نروح بقى لأخبار منتخبنا الوطني، وبيواصل منتخبنا الوطني تدريباته النهارده على ملعب جرادن بالعاصمة الإيفوارية أبيجان، استعدادا طبعا لمواجهة غانا يوم الخميس المقبل الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. في الجولة الثانية المجموعة الثانية ببطولة كأس أفريقيا 2023، جلسات مستمرة بين اللاعبين وبعضهم طبعا وكبار اللاعبين للخروج من التفكير في مباراة موزمبيق والظهور كمان بشكل أفضل في مباراة غانا. طبعا ميران أمس كان في تدريبات كده استشفائية للاعبين اللي خاضوا مباراة موزمبيق، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وبعدها كان في تقسيمة. النهارده بقى المران الاساسي للفريق وبكره فيتوريا هيستقر على التشكيل اللي هيخوض بيه المباراه. بمناسبه بقى التشكيل، فيتوريا بيفكر في اجراء كده تغييرات في تشكيل الفراعنه ضد غانا، والتغيير طبعا هي دي تغيير الاطراف بمشاركه احمد فتوح في الناحيه اليسرى بدلا من محمد حمدي، والاعتماد كمان على عمر كمال بالجبهه اليمنى بدلا من محمد هاني، كمان مشاركه عمر مرموش بمركز الجناح الايسر بدلا من محمود تريزيجيه، مع احتماليه بقى مشاركه مروان عطيه بدل من محمد النني في وسط الملعب. وهيتحدد كده الشكل النهائي لتشكيل منتخبنا في التدريبات الاخيره قبل مباراه غانا.